أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم علي أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. مودة أهل البيت مو مزاجية، ومو بكيف الإنسان أنه يحبهم أو ما يحبهم، مثل محبة ومودة لأي واحد مثلا. لا، مودة أهل البيت واجبة، واجبة بكل معنى الكلمة، يعني لأن وجوبها بين في القرآن وفي الأحاديث الشريفة عن النبي صلى الله عليه وآله. الآية الكريمة هذه تبين وجوب مودة أهل البيت، وجوب. ولذلك حتى المفسرين والعلماء من غير أتباع أهل البيت، من غير الشيعة، يرون هذا الرأي، لأن الآية تدل على ذلك. الآية تدل على ذلك. الفخر الرازي في تفسيره يذهب إلى هذا الرأي. طبعا الفخر الرازي معروف من العلماء الكبار، المفسرين الكبار، ويعتبر من أكابر المفسرين، يعني حقيقة عنده يعني آراء، تشوف تفسيره، تفسير يعني تفسير معتبر حقيقة. الفخر الرازي يقول هذه الآية في الواقع تدل على وجوب، هو يقول تدل على وجوب محبة أهل البيت. طبعا هو هم يجي يقول من المقصودين أهل البيت المقصودين، اللي هو القربة، عفوا يعني القربة المقصودين في هذه الآية منه. طبعا هذا مو فقط الفخر الرازي، يذهب إليه كثير من المفسرين والمؤرخين من السنة، طبعا فضلا عن الشيعة، السيوطي وغير السيوطي وفلان، اللي هو أعدد لك ما شاء الله، كلهم تقريبا يذهبون ويجمعون على أن المقصود بالقربى هم فاطمة وعلي والحسن والحسين سلام الله. صلوا على محمد. لا بأس بالثانية. ثالثة، اللهم صل على محمد. ويروون طبعا في ذلك روايات، يروونها عن ابن عباس تارة، عن جابر تارة أخرى، عن غير من الصحابة كثير، يعني مثلا رواية عن ابن عباس كما جاءت في الدر المنثور للسيوطي، هو ينقلها عن ابن عباس، يقول لما نزلت هذه الآية قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، قالوا، يعني يقصد الصحابة، أي نص الرواية ينقلها، قالوا يا رسول الله من قرابتك الذين أوجبت علينا مودتهم؟ قال هم علي وفاطمة وولداهما. هذا بالنص، هم علي وفاطمة وولداهم، يقصد الحسن والحسين سلام الله. هذه واحدة من بين عشرات الروايات. ولذلك قلت لك كثير من المفسرين ومن المؤرخين يذهب إلى أن المقصود بالقربى هم هؤلاء. بعضهم حاول أنه القربى وكذا وزوجاته وما أدري شنو، كما ذهب إلى أهل البيت وزوجاته، بس مو عدد كثير، البعض ممن في الواقع في قلبه حقد على أهل البيت، يريد يصرف كل فضيلة عن أهل البيت، يصرفها عنهم قد ما يقدر يعني. بس هذا ما يؤخذ بكلامه، لأن هذا دافعه لذلك شنو؟ الحقد والبغضاء والحسد، يعني مو كلام إنسان يعني موضوعي، كلام منطقي. لا، المهم الفخر الرازي يذهب إلى هذا الشيء، يقول بالوجوب، يقول بالوجوب، يعني وجوب محبة أهل البيت، يستدل على دل، يقول أولا الآية، تقول الآية، يقول أولا الآية نفسها تدل،
لما قالت إلا المودة في القرب، يعني ما أريد شيء إلا فقط المودة، وهذا يدل على الوجوب. ثم يقول الدليل الآخر شنو؟ يقول الدليل الآخر أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله يحب فاطمة وقال يؤذيني ما يؤذيها ويرضيني ما هو يذقلها، ينقلها الحديث. فثبت أنه يحب فاطمة، وثبت بالنقل أيضا، يقول هاي كلام فخر الرازي، وثبت بالنقل أيضا أنه يحب عليا والحسن والحسين. وعلى هالأساس يوصل إلى النتيجة، يقولوا بالتالي القرآن الكريم يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فيكون إحنا كنا نتبع شنو؟ كما نتبع أمر النبي وما فعله النبي، ويصل إلى النتيجة يقول فما دام أن النبي يحب فاطمة، يحب علي، يحب الحسن والحسين، فإحنا مأمورين بماذا؟ بما يفعله النبي، باتباع النبي، من خالف المفروض، وبالتالي يجب علينا محبته. هذا استدلال فخر الرازي. طبعا إحنا عندنا من ناحيتنا لا، كل علماء يقولون بذلك. ليش هذا في الواقع؟ لأن شوف، حب أهل البيت يعني حب النبي صلى الله عليه وسلم، وحب النبي يعني حب الله عز وجل، ما تقدر تفرق أصلا، لا يمكن التفريق. ما يصير واحد يقول أنا أحب الله وما أحب النبي، شلون يصير؟ يصير هذا؟ ما يصير واحد يقول أنا أتولى الله عز وجل لكن ما أتولى النبي، لا ما يصير، ما ممكن، يعني تفكيك ما يمكن في الحال. كما أنه لا يمكن للإنسان أن يقول أنا أعادي أعداء الله لكن ما أعادي أعداء النبي، لأن أعداء النبي هم أعداء الله. وبالتالي أيضا ما يمكن يقول أنا أعداء أعادي أعداء النبي وأعداء الله لكن ما أعادي أعداء أهل البيت، ما يصير، لأن أعداء أهل البيت هم أعداء النبي وأعداء النبي هم أعداء الله عز وجل. ولذلك شوف، هذا الولاء والبراء في الواقع من الأصول المهمة للعقيدة، من الأصول المهمة. القرآن حاول عمق هذا المعنى، والروايات الشريفة هي لابد عمق وأصله، أنه لابد أن يوالي الإنسان، يوالي الله عز وجل، ويوالي رسوله وأنبياء، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله وأعداء رسول أعداء أولياء، ولا ما يصير الدين، ما يصير صحيح. أنا أوالي، أدعي أني أوالي الله وأحب الله، ولكن أوالي بنفس الوقت أعداء الله، ما يصير، تناقض يصير حينئذ. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من رواية يؤكد على هذا المعنى، من أحب عليا فقد أحبني، من أبغضه أبغض. عشرات، ما أريد أن أستقصر، أنت سامعها كثير، عشرات الروايات وردت عن النبي صلى الله عليه وآله في حب علي وفي بغض علي وفي حب فاطمة والحسن والحسين، بحيث جعل فيها النبي أن محبتهم محبته، وبغضهم بغضه، حربهم حربه، سلمهم سلمه، ما تقدر تفكيك، ما موجود تفكيك أبدا، لا يمكن التفكيك حينئذ. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله فيما وصلنا من رواية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه في كتاب عيون أخبار الرضا، يرويها الإمام سلام الله عليه عن آبائه، يعني عن أبيه الكاظم، عن الصادق، عن أبيه الصادق، يعني الكاظم عن أبيه الصادق، وهكذا عن الباقر، عن الإمام الحسين، عن علي. الرواية عن الرضا عن آبائه عن علي صلوات الله وسلامه عليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة. من هؤلاء الأربعة؟ قال من أكرم ذريتي بعدي، هذا واحد ليكرمهم بأي لون من ألوان الإكرام،
تحيي ذكراهم، ها تعيش أحزانهم وآلامهم، تحزن لحزنهم، تفرح لفرحهم، تزورهم، ها تتصدق نيابة عنهم، أي لون من ألوان الإكرام. من أكرم ذريتي بعدي، هذا واحد، أي صنف. الثاني من قضى لهم حوائجهم، تقضي حوائج هو قضاء الحاجة المؤمن يستحق عليه الإنسان ما شاء الله. كيف إذا كانت حاجة واحد من أهل البيت من ذرية النبي؟ من سعى في أمورهم عند اضطرارهم، هذا الثالث. الرابع منه من أحبهم بقلبه وبلسانه، من أحبهم بقلبه وبلسانه. فلذلك شوف ليش النبي صلى الله عليه وآله يعني جعل القرآن عدلا لأهل البيت، لأن القرآن أنت لا تقدر تفهمه ولا تقدر تأخذ به ولا تقدر تعرف مضمونه ولا تقدر تحفظه إلا إذا كان إلى جانبي أهل البيت صلى الله عليه، هم الأعلم به بتأويله بتفسيره بنزوله عد من نزل في من نزل خذ كل عرف. ولذلك لا يفترق الأئمة وأهل البيت عن القرآن أبدا ولا يختلفون معه. أهل البيت عدلوا القرآن، لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا محبة أهل البيت، مودة أهل البيت واجبة. مظاهر الود والمحبة هي شنو؟ ولا قاعد نشوفها ثم قلت لك زيارتهم، تعيش أحزانهم آلامهم، ها ثم أقول النبي صلى الله عليه من يقضي حوائجهم يسعى في أمورهم، هاي كلها. وطبعا بلا شك من يسعى في أمور أهل البيت ويقضي حوائجهم إكراما للنبي لأنهم عترته وذريته ينال عند الله منزلة عظيمة. شوف أنا أنقل لك قصة تنقل وينقلها متراحنا جماعتنا من أخواننا أهل السنة في كتبهم موجودة واللي يحب يراجعها، وأنا أدل لك بعد عشان لا أختصر لك لا كتب ولا غيرها، تدخل النت كل واحد عنده اكتب فقط عبد الله بن المبارك. هذا عبد الله بن المبارك هذا كان متعود كل سنة يروح الحج وسنة لا، يغزو يروح كذا يسوي أمور أخرى سنة وسنة سنة سنة، ظل يقولون استمر على هذا المنوال أكثر من 40 سنة. فذلك السنة هم يريد يروح الحج كعادته، ما أخذ وياه فلوس 500 دينار ورايح إلى السوق عشان يأخذ لجمل للحج للكوفة، سوق الكوفة عشان أخذ لجمل حق يروح عليه الحج. ذلك السنة يريد يروح الحج، هو رايح وإذا به يشوف امرأة أجلكم الله قاعدة على مال زبالة ما أخذ لها دجاجة ميتة ميت وقاعدة تنتفريشها وكذا وتريد التفت إلى يعني هذا طبعا لفت نظره ميتة هذه شون ليش تأخذها يعني؟ قال يا أمة الله ما تصنعين شون هذا؟ قالت لا تسأل عما لا يعنيك روح. يقول أنا هم السؤال هذا بعد أثارني أكثر شون ما يعنيني؟ عدت عليه السؤال قالت لا تسألني عما لا تروح. ألححت عليها، ألححت عليها بالسؤال اللي تخبريني عن أمرك، هذه مو ميتة؟ قالت إيه ميتة. شون تأخذين؟ قالت أريد أخذ. مهم ألحيت عليه كذا، قالت أما إذا أصررت وألححت عليه فأنا مخبرك ومطلعك على سري على الحياة. شنو عندك؟ قالت شوف أنا علوية وعندي بنات 4 أرملة، زوجي توفى عندي بنات 4 وليس لدي ما أتقوت به أصلا، وصار لنا 3 أيام يذول
ثلاثة أيام، اليوم الرابع بناتي كدنا يهلكنا من الجوع، فحلت علينا الميتة بعد، إلا ما اضطررتم، اضطرار صار. أنا أعرف أن الميتة حرام، لكن بالنسبة لي الحين أنا صارت حلال، ليمسك بها رمق ورمق بناتي، فجاي أخذها عشان أصلحها. والسبحان الله قالت هالشكل أنا بعد شنو الحالة كذا، في داخل نفسك يا ابن المبارك بعد شنو، هناك حاج، هناك كذا، في شيء بعد أعظم من هذا. يقول أخذت الأموال، قلت لأمة الله تفضلي هذه، يقول وأعطيتها 500 دينار ورجعت، يقول ونزع الله من قلبي ذيك السنة الرغبة في الحج أصلا، بعد ما صد عند رغبة في الحج، نزع الله من قلبي الرغبة في الحج، ورحت أقول البيت. رجعوا الحجاج، رحت أسلم عليهم، الله تقبل أعمالكم، حج مبروس، عين مشكور. جيت إلى هذا الأول قالوا أنت أي بعد أيضا الله تقبل أعمالك إن شاء الله وحج مبرور. وش شفت أنت؟ أنا شايف أنك عند الجمار، شايف أنك وياي. استغربت، سكت. رحت للثاني هم الحمد السلامة وكذا الله يتقبل، قالوا أنت أي بعد أيضا يتقبل. وين شفت أنت هناك في الحج؟ أنا ما شفت. قال مو أنا شايف أنك هناك عند مثلا افترض عند الكعبة. يقول كل ما ذهبت إلى واحد يقول أنا شايف إن فلان مكان فلان مكان فلان مكان. استغربت، يقول أنا ما رحت الحج. يقول رجعت إلى البيت وأنا متفكر، قاعد أفكر ليلة، نمت بالليل. يقول وإذا بي أرى فيما يرى النائم أن رسول الله صلى الله عليه وآله، كان النبي جاي. قال لي لا تستغرب يا ابن المبارك، فإنك حينما أنقذت إحدى بنات تلك خلق الله أو جعل الله عنك ملكا يحج عنك كل عام، حججت أم لم تحج إلى أن تموت. هذا جدا، حججت أم لم تحج، حتى لو ما تروح تحج خلاص كل سنة هذا يروح حج عنك، ينقذهم من الهلاك. هذا من يحسن ويقضي حوائج أهل البيت. ولذلك شوف احنا عندنا هالطفلين هالليلة، هالطفلين الصغيرين رق لهما السجان. شلون انسجنوا ذول؟ تعرف لما صار هجوم الأعداء، جيش بني سعد على خيام الحسين بعد مصرع الحسين سلام الله عليه، وغار أولئك الأوغاد الذين نزعت الرحمة من قلوبهم، فعلا يعني كأن الله لم يجعل في قلب أحد منهم من الرحمة شيئا كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه. ولا الآن يعرفون الخيام شنو فيها، يعني نساء وأطفال وأرامل ما فيها رجل، هم يعرفون الرجال كلهم قتلوا، ومع ذلك جاءوا الرجالة والخيالة ودخلوا في تلك الخيام، عاثوا فيها نهبا وسلبا وضربا بكعوب الرماح وبالسياط، وفوق هذا أحرقوا تلك الخيام. طبعا فروا النساء وفرت البنات، خاصة لما ذات زين سلام الله عليها، لا زين العابدين ما تأمرون أن نصع، قال فروا على وجوهكن في البيداء، روحوا. وطشرت العائلة الأموية النبوية عفوا يمين وشمال، هذا الطفل وذيك الطفلة وهذا المرأة، وظلوا ها من بين هؤلاء ممن فر من الخيام ذاك اليوم هالطفلين الصغيرين، ولدا مسلم ابن عقيل، وراحوا خايفين من هجمة الخيل ومن الرجال، واخذوا يمشون لا يدرون الى يدريان الى اين يتوجهان. انتهى بهم المسار الى الكوفة، وصلوا هناك أيضا ظفر بهم ابن زياد، اعتقلهم لعنه الله وسلمهم إلى واحد، قال لدعهم عندك ودعهم في السجن وضيق عليهم السجن، ضيق. شوف يعني أن حقيقة ما أدري هذول بني أمية هم من سنخ البشر لو من سنخ الوحوش، لأن بالأخير هذول أطفال. يعني شوف النبي صلى الله عليه وآله وتعاليم الإسلام
النبي كان يوصي الجيش دائما، يوصي جيشه في أي غزوة في أي حرب في أي كذا، يروح يوصي لا تهيجوا النساء بأذى، لا تتعرضوا للأطفال، لا تجهزوا على جريح، لا تتبعوا مدبر، وكانوا يلتزمون به. فمن ضمن الأطفال الطفل ما له جرم، هذا طفل جاخف وجعالد، هذاك اللي قاتل أبوه افترض أو أخوه أو كذا، ذاك الوقت كله وياهم عوائلهم، أنت تأخذ الطفل تأذيه بجرم أبيه أو بجرم أخيه، بس بني وما قلت لك ما عندهم مو يعلموا إسلام، والله ما عندهم لا دين ولا ضمير ولا حتى إنسانية ولا حتى عروبة تمنعهم أبدا، كلش ما عندهم أبدا ما عندهم. طفل يودي الإمام الحسين، طفل فقي ماطي، قل زين أنتم الآن خلافكم وياي، أنا تزعمون أنه أنا ما بايعت وأنا متمرد وكذا وغيره، ها تريدوني إلا تجبروني على البيعة أو تقاتلوني، زين أنا كبير أفهم هالأمر، هذا هذا الطفل شنو يفتهم من هالأمور، ها ما يعرفش، لم يأتي بجناية ولم يعلم ما الغاية، ما يدري شنو صاير بالدنيا ولا سوى شيء، سألكم طفل صغير بقماطه تميتوه عطش ليش؟ احنا تريدون تموتونا عطش عشان تضغطون علينا وتنتصمون علينا مثلا، بس هذا ليش؟ جيبوا له ما يصبر راح يموت من العطش، مو من حقكم تمنعونه الماء، واذا تخافون انا اشرب من الماء اخذوا اليكم واسقوا. شنو كان الجواب؟ سهم جاء وقع في منحره. شوف ما منعتهم، قلت لك هذا لا دين يمنعهم ولا ضمير عندهم حي ولا إنسانية ولا قومية ولا عربية ولا ضمير أبدا، كل شيء ما عاد ما يمنعهم شيء. الأطفال الآن في منظمات تحمي الأطفال، حقوق الأطفال وكذا وغيره، وبالفعل أن هذا طفل لا بد يحمى، ما يؤاخذ الطفل، حتى عندنا في الشرع هنا إذا الطفل جنى جناية، عندنا في كتب الفقه معروف هذا واضح، يعني افترض مثلا طفل سرق، طفل سرق راح سرق مثلا، ما يعاقب الطفل، صح يغرم وليه إذا كان في اعتداء على الغير مثلا، وليه يغرم بس هو ما يعاقب طفل. الآن شو مثلا حقوق من ضمن حقوق الطفل وغيره وكذا، ليش؟ لأن الأطفال بالفعل هذولا لازم، لكن بني أمية ابن زياد يأخذ هالطفلين ويوصي السجان ضيق عليهم، وبالفعل كان يضيق عليهم، سجنهم عنده في المأكل في الراحة في المكان، ظلوا مكثوا أسبوع أسبوعين شهر طال مكثهما في السجن. فقال واحد منهم للثاني احنا ظلينا مدعي هذا، ويمكن هذا ما يعرف نحن منه، ليش ما ننتسب إليه؟ إذا عرفنا لعله يعني يمكن احنا ضاق بنا السجن، فخلنا نشوف نقول له. فحينئذ ذاك اليوم كلمه أكبرهم، قال لي يا هذا أنت تعرف النبي محمد صلى الله عليه وآله؟ قال شو ما أعرف هذا نبينا وكذا وشبه. قال لي زين تعرف ابن عمه جعفر؟ قال أعرف ابن عمه جعفر الطيار ذي اللي الله بدله بجناحين يطير بهما كذا شهيد مؤتة. هم ليش طبعا تسألوا هالشكل؟ طفلين طبعا تعرف متربين في بيت أهل في عند أهل البيت كلهم نباهة وذكاء ومعرفة، عشان يبغون يشوفون إن هل هذا من المعادين من الناصبين من كذا، فيجون بالتدرج إلى إذا من النواصب ما راح يدخلون عليه بعدها، إذا من الحاقدين، إذا لا والله نخب. كثير من أهل الكوفة ما كانوا ناصب ولا كانوا أعداء ولا كانوا، ترى بعضهم هم يعني راحوا خوف من ابن زياد بعضهم كان، بس بالأخير أهل الكوفة فيهم شيعة وفيهم موالين. فقالوا شو ما نعرف جعفر؟ زين تعرف عقيل؟ يعرف عقيل أخو جعفر وكذا ومرش. تعرف علي ابن أبي طالب؟ معلم أبي طالب هو المحك حينئذ اللي يحبه واللي كذا واللي يبغضه، بس هم بدأوا بجعفر وعقيل عساس ذلك أهون، يعني حتى لو كان ذاك افترض مثلا معالي لأهل البيت مو هلقد عندي موقف من جعفر مثلا أو من عقيل. قال نعم علي عرفه وصي رسول الله وكذا،
تعرفنا احنا منو؟ قال لا ما اعرفكم. قالوا لي احنا اولاد عم علي بن ابي طالب، اولاد اخوه عفوا. من انتم؟ قال نحن اولاد مسلم ابن عقيل اخو علي بن ابي طالب. انتم اولاد مسلم ابن عقيل؟ قال فحين ان قالوا لي ترى احنا من رسول من ذرية رسول الله، فما تطمع في شفاعة جدنا وكذا، شوفوا قاعد ضيق علينا في السجن وكذا. قال إذا هالشكل لا لا نبعد. بالفعل هذا رأسا من سمع ذلك يقول، قال بس أنا ما بيدي أسوي شيء لكم يعني، بس اللي أقدر أسوي أنه أنا أفتح لكم باب السجن أروح أوديكم مكان أخبيكم كذا، ما أقدر وأنا علهم علي عيون وغيره. باكر أقول أنه هذول فروا من السجن، وبالفعل فتح لهما باب السجن وخرج الطفلان. وين يروحون؟ طفلين ما يدلون مكان في الكوفة، ها؟ ولا عدهم أحد، ويعرفون الآن الكوفة كلها صارت بعد منقلبة على أهل البيت، خافون يروحون لأحد لكذا يطلعهم من الأعداء من غيره. فظلوا يمشيان كذا، شافوا باب بيت عند عجوز سلم عليها. قالوا لها شافت طبعاً طفلين كذا، رقت لهما وين جاي، شافت عليهم آثار التعب والإنهاك وكذا، سألتهم كذا. قال لا إحنا والله كذا تعبانين وما أدري شنو، المهم ضيفين على الليلة، أنتم منو؟ هم هم على بعد على براءتهم. قال لها نحن طفلين أو نحن طفلان لمسلم ابن عقيل، كنا في سجن ابن زياد وهربنا من السجن، فررنا من السجن. يبدو هذه كانت من المحبين أو اللي يميلون إلى أهل البيت. لما سمعت بذلك أدخلتهما دارها ودخل الطفلان، خلتهم في صلاح نحن في غرفة من تلك الغرف في دار، خلتهم هناك. بس المشكلة أن زوج هذه المرأة ذاك الخبيث، طبعا ابن زياد لما استخبر بأن الطفلين فروا، هذا قالوا فروا من السجن، ذاك السجن ذاك الوقت مو مثل الآن أقفال وكذا وحديد وغيره، لا يمكن باب خشب أو سهولة يعني واحد مثلا يعني يهرب منه. فقال ذاك أن ذيلا هربوا من السجن، ابن زياد أعطى إعلامي أنه اللي يظفر بالطفلين له جائزة ورصد لهم جائزة ألف دينار كذا، ألف درهم مدري شنو اللي يجيب الطفلين. فراح أولئك اللي ملئ قلبه حبا للدنيا على حساب دينه وعلى حساب إنسانيته وضميره، بعضهم قاموا راحوا يدورون يفتشون على شنو، على ألف دينار أو ألف درهم، يعني يريد أن يتحمل وزر قتل طفلين بريئين من أجل ألف درهم. تصور، وراحوا بالفعل من هؤلاء منو؟ زوج هذه المرأة اسمه الحارث، أنا شفت في بعض اسمه الحارث، زوجها لعين خبيث من مبغضي أهل البيت، قام يفتر يدور كذا تعب، جاء البيت شافت زوجته تعبان كذا، شنو عندك شنو صاير كذا، سألته قال والله قضية كيت وكيت، فر طفلان من سجن ابن زياد سجن الأمير، وقد وضع رصد جائزة لمن يعثر بهما يأتي بهما، وأنا طلعت أدور ما شفتهم، شقد تعبت شقد كذا ما أدري شنو، هي حاولت أن تثني ما لك ولهما طفلين كذا، ليش تعب روحك خلهم. قال لا أريد أظفر بجائزة الأمير. على أي حال الطفلين بقيا في تلك الدار تلك الليلة، كأن أحدهما وهو الكبير غفى، وإذا به يرى في منامه يرى علي بن أبي طالب وأباه مسلم ورسول الله صلى الله عليه وآله، وهم يقولون لهم تعالوا يا من استريحوا ويانا تعالوا، يعني دعوهما إليهم أنت وأخيك تعالوا. انتبه هذا وأخذ يقص على أخيه ما رأى، ذاك اللعين اللي يدور سمع كأن نوع من الهمهمة موجودة، صوت خافت، سأل زوجته في أحد في البيت كذا، قال لها قالت لي لا ما موجود أحد،
قال كأن أسمع صوت مدري شنو. ذولك هم على براءتهم يتكلمون بهدوء، تعرف الليل وليل هدوء ما في إزعاج، الصوت حتى لو كان ضعيف جدا يسمع. فشاف لا أكو صوت، تتبع الصوت وين في تلك الغرفة. راح هذا اللعين وصل إلى تلك الغرفة، فتح الباب وإذا بالطفلين قد اعتنق أحدهما الآخر، وإذا بذلك الكبير يلتفت إلى أخيه